AK Parti'nin Suudi sicili صمت حزب العدالة والتنمية عن تحدي السعودية لتركيا دفع السعودية للتجرؤ على بلدنا. السعودية هي من دعمت الانقلاب في مصر ورحبت بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا، وهي من وهبت مئات الملايين لحزب العمال الكردستاني في سوريا. وتبين أن السعودية خططت لاختطاف خاشقجي في أمريكا من قبل ولم ينجحوا بذلك، وإن عدم ردع استخباراتنا لعملية كهذه هو في الوقت نفسه ضعف أمني مهم.